هاي سن نساء تونس ديما في الصف الاول في كل بلاصه خاصه على الميدان في الشارع ثم كعاملات نظافه في كل الاوقات هذول تخدموا ليل ونهار ان شاء الله ربي يعاونك معناها متفخرين بتونس وفخرتنا وبلادنا ونخدموها ومعناها حتى مزيه اما غير الظروف اللي واحد تاعكم انا باش وان شاء الله عام مبارك وان شاء الله تشد مباركه وان شاء الله ترد تركح الدنيا وترخصنا الدنيا تتلهب الشعب المزمر وراه نحن تعرف اقل عشاء معايشين اقل عشاء العبد ياخذ الظروف انا واحده من الناس ظروفي تعب الاخر النهايه كي سمعت انه ثم امراه رئيسة حكومه باش تكون شنو كان رايك انطباعك فكرتك شنو الحاجه اللي جات على بالك؟ تكون ذكيه وتكون تعرف انا فخوره بها وش بي ما فيهاش حتى حاجه حتى مشكله اذا تكون في المستوى تشد المستوى بها مريقل نشرفوا بها وتشرفنا بها ايش بها اذا شاد الحكم بها وتكون باهية ومش كما العباد الاخرى نشرفوا بها لكن جي قدامك توا الرئيس ولا رئيس الحكومة شنو هي الحاجة اللي تطلبها ولا رسالة توصلها؟ رسالة يتبهوا بنا شوي مضاعف عيد ما خافيش من العيشة تلطوا عمرنا مضاعف هذا والله قسم الله تحت الصفر ريت تحت الصفر اش تخليني نخدم هكا في الليل ومضاحية والله اعلم انت تتعدى اولاد تقول كلام زي تتعدى اولاد شاربة وتتعدى هذا ظل نطلبوا في ربي يا ربي احمينا يا ربي بعدهم علينا ظل هابين للعمير وهابين للراجل الكبير وشاهدين اللي معناتها للعمير باش نخافهم من اولادهم وما يقولون شيء احنا نخيفوا بس يخيف الله اعلم الشرب يغلط واي حاجه تغلط ونحن الظروف نتاعنا يخزوا للشعب شوي خاصه اكل ما عندهمش يطلعوهم مرشدين معينين وشوفوا اللي يستحق يعطوه ما يستحقش ما يستحق لكن المنحه نتاع 300 الف انت سجلتي فيها سجلت فيها وخذيتها ونقول لك نصيحه من الاخر عندي لا عندي احنا معناتها عائله عندي 100 متر تسع عائله شناب علي ربي شريت 100 متر ما لقيت من نشريها عاونتني ثم شكون عاونني وعاونوني خويتي وعاونوني هكا شوي 100 متر صبيت فيها 50 متر وبعد تكاك المسلوبه تاعك لا عندي الحرف اكثر من اللي الموضوع شريت فيهم طرف 600 فمعناتها فسدت بها كل جو باش نتعامل نسكن فيها راجلي مسكين ومريض حياتي تاع عندي طفله مريضه بالاعصاب تمشي بدور الاعصاب باقوها ب 20000 وما عنديش حتى يعني ناخذ فك 120 بلاش تعمل 120 منها الضوء ومنها ماء مصروف كيفاش بنتي كيفاش معناتها برشا ونشكو ما نقول حتى حل 180 مش 180 ناخذ 180 ما وصلت حتى حتى نتيجه مش نبني منها مش واسع باش ناخذ منها وتصدق كل شيء موجود تمشي معايا وصورني وشوفنا من الاخر من حتى من جهه ربي باش الناس تعرف واللي ما راش يري يمشي لديار معينه كيف ينام بالديار ويصورنا ويشوف بالذات واحده من الناس انا نستدعيك والله تعطيني عمرك اطلع شوفني وشوف البنيه نتاعي على الاقل حتى يكملوا انا ويتنهوا بنا شوي ما طالبين حتى شيء نحن حتى شيء ما طالبين اخي المهم يعني نمشوا نعيشوا شوي كما لعبين علاش متعبين كما الظروف ماشي هي حتى كان خشينا الخضره ما كان ما نجموش كان كيفاش تحس البلاد ان شاء الله عندك امل للمستقبل باش تحسن الدنيا ان شاء الله ان شاء الله تتحس مرين تتحس خاطر قبل ما تلقى حتى شيء ديما صعبه ما حتى شيء ان شاء الله من وهكا تتحسن ان شاء الله الرئيس المبارك علينا وان شاء الله ربي يشده بصحته ويرحم والدينا اللي مش مترنكين على الشهر انت انتخبتيه الرئيس ما انتخبتيهوش ما انتخبتش حتى لحد علاش ما انتخبتش مش نقول عندي جيت لانسي ما انتخبت حتى لحد خاطر نصور وجو للدار ونصور وما ربحت حتى شيء وجوني وشافوني جو بكرهوا يصوروا قالوا جي صح جي ناخذ قلت لهم ما نخبش قالوا عليا قلت لهم خاطر ظروفي تحت السر وشكيت المعتمد وشريت للشيخ ومشوت المجتمعين وروني ما عطوني حدا شيء ما نخبت لحد احد ما نكذبش عندي ثلاث سنين حتى واحد ما صور هاو نقول لكم من الاخر مش نقول لك نتحدث اللي حدث هذاك علاش خاطر كي نصور وما اخذوني شوي تطلع مرجله معينه باش خاطر تمع بيت تاخذ وما تسحقش هاو نقول لك نسحق ما نخذش واللي ما يسحقش ياخذ معناتها اعتبر تميز ريت اعتبر تميز ان شاء الله غدوه خير ان شاء الله غدوه ان شاء الله ان شاء الله يا ربي اذا تونس بخير وان شاء الله تطلع علينا الامراض وربي يشفي ام محمد وربي تسلم جرها على الصلح وان شاء الله خير ربي يسترنا وربي يرخص علينا الدنيا شوي وربي يعيشها ان شاء الله عيشها هنا كورونا ما عادش تما كورونا خير الله اعلم ما عادش خايف انت ما خيفش خوف الا من رب والله حتى تلقيها بيت اللقاح قوي لقاح وما لقاحش التلقيح صحي وضروري رب. هو صحي وضروري هكا ولا صح وضروري نص صح عند ربي ما حسش اه تو شو تو التلقيح صحي وضروري تلقيح لقاح تدي تم انا سيد خايف خلينا نشوف صار مزيد ما لقحتيش مزلنا اخويا فاش تستني ما انا ما ناخذ ولا حاميه روحك انت بالكمامه و بالكمامه لا اما التلقيح ضروري وصح ضروري بالحق باش تمشي تلقح ان شاء الله ان شاء الله باهي احكيو توا انه ثم امراه رئيسة حكومة انت كامراه كي تسمع شو الكراو اللي باش تبدا تحكم في البلاد امراه كيفاش تراها كيفاش ان شاء الله باهية
تصلح البلاد وقسما بالله امورنا مضعضعه امورنا مضعضعه مضعضعه وكان مشني عامله زوز عملياتنا وكان مشني على الظروف ما نخدمهاش البروته هذيك قسما بالله. مثلا شنو تنتظري شنو تستني من حكومة جديدة والرئيس والمسؤولين في البلاد؟ تجينا رئيسة باهية وتكون بنت حلال وتعمل مشروع معانا. عرفتي اسمها ولا ما عرفتيش؟ لا ما عرفتيش اسمها؟ والله أنا هكا تو قلتيلي صحيح ما سمعتيش اللي هي والله ما سمعتها هم في مكتب سمعتيش سمعتيش شباب؟ والله تلبست العادة ما سمعتش مش نتفرج لا نتفرج خاطر نروح مع كيف نص الليل ما نتفرجش ودابسي اصلا عاد ما عندي شهرين كذا عاد ما نشوفش. كيفاش تتبعوا الاخبار وتتبعوا لها؟ وراس خويا ما نفهمش فيها الاخبار خلاص. القرايه يا ربي نو الله يسامح والدين اما خويا ما نفهمش فيها. ما سمعتيش قالوا لك مشي لقحي في التلفزه في الاذاعه؟ انا حتى العباد تقول لنا العباد تقول لنا ما تفرجنا على التلفزه بطبيعتها خلاص. واللي سخن الدنيا قسما بالله لا نتفرج عليه. شنو حاجة تستناها غدوة الحي وعندك أمل إن شاء الله تتحقق؟ إن شاء الله إن شاء الله ربي يجريها على الصلاح ويكون معانا بهين وربي يسهل في كل شيء. أخويا هذاك ما نقول. آمين. أي ربي يحفظك. أي عايش كويس بك أي هاني شفت يعطيك الصحة. كريتنا كيفاش؟ ربي يعاونكم. أنتم راكم شرف لينا وشرف لتونس والقروان وربي يحفظ. ما عناش مزيه هي بلادنا ما عناش مزيه نروح نخدموها بالفلوس ومن غير فلوس بلاد ربي يحفظكم.